بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحيا لنا نعمته وبركته من الابد امين. انا بشكر دعوتكم ليا، انا فرحان ان وسطكم، كل سنه طيبين. الاخوه الخادمات طلبوا مني اتكلم عن الكتاب المقدس. هحكي لكم قصه كده في الاول عشان نتشوق شويه للكتاب المقدس. ايام الاتحاد السوفيتي من الشيوعيه انتشرت في العالم، كانوا بيعملوا ايه؟ قلبوا كل الكنائس دي النوادي ومسارح وسينمات وحمامات سباحه. فكان في دكتور هناك في كليه العلوم مسيحي وعاوز يدخل الكتاب المقدس الاتحاد السوفيتي، فيعمل ايه؟ كان هم مدينه تسريح، يعني معاه تصريح كده بيسافر ويجي بيجيب تعابين بيشرحها في كليه العلوم ويدرس عليها. فكان يعمل ايه؟ يفتح الشنطه يحط من تحت كتب مقدسه كتير ويغطيها ويحط فيها ايه؟ تعابين. ويخش على الجمارك يفتح يلاقوا التعابين ومعاه التصاريح اللي هو يعدي، فيقول له ايه؟ عدي. يخش الاتحاد السوفيتي يعمل ايه بقى؟ يمسك الانجيل اللي عندنا ده منه عشرات في البيوت، يروح مقسمه بشاير بشاير اصفار اصفار ويوزعه، بس بشرط ان ايه؟ كل واحد ياخد جزء يقراه بسرعه عشان بقى ايه؟ يعني يعمل بشاره انجيل متى مرقس لوقا يوحنا كده. مره واحد ابنه كان مسافر، كان وحشه قوي، وبعت له جواب، فالراجل جاي بالليل يقرا الجواب لقى النور ايه؟ قطع. عمل ايه؟ جاب شمعه وقعد يقرا الجواب. وانا لو جيت يوم بالليل وحبيت اقرا الكتاب المقدس النور قطع، اقول له جت من عندك يا رب، هيخش يعني ايه؟ خلي بالكم لازم امشي مع اب اعترافي بنظام في الكتاب المقدس، لازم، ما ينفعش افتح الكتاب كده واقرا اي حاجه. هنشوف دلوقتي مع بعض. هقول لكم بس سؤالين: لماذا نقرا الكتاب المقدس؟ وكيف نقرا الكتاب المقدس؟ ليه نقراه؟ نقرا الكتاب المقدس لان دي رساله شخصيه جايه لكل واحد ايه؟ فينا، رساله حب ورساله فداء ربنا بعتها لنا، رساله مهمه لازم نسمع كل يوم ربنا بيقول لنا ايه في القرايات اللي احنا بنقراها بايه؟ بانتظام. زي ما احنا بنصلي وربنا ايه؟ بيسمعنا، يبقى هي رساله ايه؟ شخصيه. طيب خلي بالكم ان الكتاب المقدس ده بقى له كام قرن؟ بقى له حوالي 21 قرن، وده الكتاب الوحيد اللي كل ما تقراه تلاقيه ايه؟ جديد. وكل ما تقرا سفر تتعلم منه ايه؟ بحسب ايه؟ بحسب ارشاد الروح القدس ليا وليك وليكي وليكي. فاهمني؟ يعني كتاب متجدد باستمرار. الكتاب اي كتاب قيم بنجيبه هنا، بنروح معرض الكتاب ولا اي مكتبه بنجيبه، بعد ما بنجيبه بيحصل ايه؟ بنقراه ونركنه خلاص، صح؟ لكن ده كتاب ايه؟ متجدد، كتاب ايه؟ متجدد. طب ليه نقراه تاني؟ اول حاجه دي قلنا رساله ايه؟ مش سامع، رساله ايه؟ تاني حاجه دي رساله خلاص. مش السيد المسيح في الكتاب المقدس قدم لنا الخلاص وقدم لنا الاسرار وكل وصايا وكل حاجه؟ يبقى لازم ايه؟ نقراه لانه رساله جايه لنا، رساله ايه؟ خلاص. بص، كل طير يطير ليه ايه؟ جناحين، والمسيحيه الارثوذكسيه ليها جناحين. اول جناح فيها الكتاب المقدس. طب الكتاب المقدس ده نستفيد بيه ايه؟ بنعرف بيه السيد المسيح. طب تاني جناح بيه ايه؟ الاسرار، نتحد فيها ايه؟ مع السيد المسيح. مش هينفع نتحد مع السيد المسيح من غير ما نعرفه، ومش هنعرف نعرفه من غير ما نتحد ايه؟ بيه. والدليل على كده ايه؟ عمركم شفتوا صلاه في الكنيسه او في الخطوبه او الاكليل او تبريك المنازل ما فيهاش جزء من الانجيل ومن البولس؟ يبقى الدليل على كده ان ايه؟ حاجه مهمه، بعرف السيد المسيح ايه؟ مين؟ طيب ثالث حاجه بقى، الكتاب المقدس ايه؟ رساله غنى. بولس الرسول بيقول ايه؟ ولتسكن فيكم كلمه المسيح بايه؟ بغنى. لتسكن فيكم كلمه المسيح ايه؟ بغنى. الانسان اللي بيقرا الكتاب المقدس ده انسان غني، غني، بيتجدد كل شويه، كل الحاجه اللي جواه ايه؟ بتتغدد. خلي بالكم سيدنا المسيح قال ايه عن الكتاب المقدس؟ الكلام الذي اكلمكم به هو ايه؟ روح وحياه، روح وحياه. مره واحد راح قال لابوه روحي انا مش هقرا تاني في الكتاب المقدس، قال له ليه؟ قال له مش بفهم. قال له ولا يهمك، مفيش مشاكل، خد السبت ده ملا ميه.
قالوا السبب بتملي ميه، قالوا من اجل الطهاره حملان، فهو راح مره والثانيه والثالثه والرابعه، طبعا الشبك مش بيتملي، فابوه الروحي قال له ايه؟ قال له انت مش ملاحظ حاجه؟ قال له هو السبك ما اتملاش، قال له مش ملاحظ حاجه تاني؟ قال له السبك نضف، قال له هو كلمه ربنا بتعمل فيك كده، بتنظفك من غير ايه؟ ما تاخد بالك، انتم انقياء من اجل الكلام الذي كلمتكم به. يبقى كده اول حاجه قلنا رساله شخصيه، وتاني حاجه رساله ايه؟ خلاص. تالت حاجه رساله غنى، صح كده؟ يبقى بنقرا الكتاب المقدس ليه؟ عشان رساله شخصيه ورساله حب ورساله خلاص ورساله غنى. طيب خلي بالكم، بص اقرا لكم حاجه حلوه جدا في سفر يشوع اول اصحاح. بص بيقول ايه؟ لا يبرح سفر هذه الشريعه من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ بالعمل حسب كل هو مكتوب فيه، حيث تصلح طريقك وحينئذ تفلح. شوفي كلمة ربنا بتعمل ايه؟ بتصلح الطريق وتديني ايه؟ نجاح. بس مطلوب مني ايه؟ اللي انا الهج فيها ايه؟ باستمرار، صح؟ هو ينفع يوم يعدي من غير ما اكل او اشرب او انام؟ طب ليه انا بهتم بالجسد قوي والروح مش مهتم بيه؟ لازم اهتم بالروح، يا اما بعد الشر عنكم هنشف زي ورقه الشجره كده وقع. ايه؟ وقع. وخلي بالكم صدقوني، هنشوف دلوقتي الكتاب المقدس بيدي فرح، هنشوف مع بعض. كلمه الله ايه؟ غذاء. كلمه الله ايه؟ غذاء. سيد المسيح قال ايه؟ ليس بالخبز وحده يحيى ايه؟ بل بكل كلمه تخرج من فم ايه؟ وكل الكتاب المقدس ده هو موحي به ايه؟ من الله. صح كده؟ طب نراجع بقى، قولي اول حاجه رساله ايه؟ شخصيه. ثاني حاجه رساله ايه؟ ثالث حاجه رساله ايه؟ غنى. رابع حاجه ايه؟ رساله او كلمه الله غذاء. ماشي؟ طيب كلمه الله ليها ثلاث صفات. كلمه الله ليها ثلاث ايه؟ صفات. اول حاجه كلمه ربنا حيه وتحيي. حيه وايه؟ وتحيي. لأن كلمة الله حية وتحيي، أن كل أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إيه؟ إلى الأبد. والكلام الذي أكلمكم به هو روح وإيه؟ بدل هيديني حياة يبقى يدينا إيه؟ تحييني، صح؟ كتير أول ما أقرأ في الكتاب المقدس أقول لكم على شوية مشاكل بتحصل وأنتم بتقروا. أسرح، أمسك آية أقعد أكررها خمس ست مرات لغاية أبقى أزهق وعاوز أقفل الكتاب ومش عاوز أكمل. كل ده غلط. آية مش فاهمها عاوز أبحث فيها، أعمل إيه بقى؟ لما ما أفهمش حاجة أعمل تحتها خط كده وأقرأ كم من الإصحاح وأرجع للآية دي لوحدها. لأن الشيطان ساعات يديني بكثرة التكرار والتفكير ملل وزهق من القراية، أقفل الكتاب وما أكملش. فاهمني؟ ولو جيت مرة مش بقرأ ومش فاهم لازم أقرأ من أجل طاعة أب اعترافي ومن أجل البركة اللي هاخدها، لأن أكيد زي ما قلت لكم زي ما السبت اتنضف الكلمة ايه؟ هتنضف. وتاني حاجة لما بقرا بتيجي في مواقف الوصايا دي بتتردد فين؟ في ذهني وفي قلب، فبتخلينا اتصرف ايه؟ بحسب مشيئة ربنا. فاهميني؟ عارفين الشمامسة؟ كنت قلت كده امبارح في الكنيسة، الشماس الشاطر اللي بيقرا حلو في الكنيسة ده بيقرا الكتاب المقدس كتير في البيت. والخادمة الشاطرة اللي بتعرف تقرا في الخدمة دي بتقرا في الكتاب، ليها علاقة بالكتاب المقدس. والمفروض كل واحد فينا يبقى ليه كتاب مقدس خاص بيه ومعاه القلم بتاعه، الماركر والقلم الازرق والقلم الاسود بتاعه. وبعض الاباء يدوا تدريب كده، اقرا اصحاح اطلع منه ايه واطلع منه ايه؟ وعد. اطلع ايه واطلع ايه؟ وعد. ايه اكتبها بالقلم الازرق ووعد اكتبه بالقلم الاحمر، وارجع كده مع نفسي. وعارفين لو قرينا تاني هنطلع من نفس الاصحاح ايات تاني ووعود تاني. الروح القدس يخاطبنا في كل مره، لازم قبل ما اقرا اقف اطلب ارشاد ربنا ليا، ولا رب اديني فهم. كتير بيمتنعوا على القرايه عشان مش بيفهموا، لا لازم اقرا لان دي حرب. طب ما انا اقرا وانا في شغلي لو معايا سماعه ومش هتشغلني عن شغلي، ما اقرا اسمع تفسير للاصحاح اللي قريته، وانا في البيت بشتغل، ما النت في البيت كلها دلوقتي، اقدر اشغل اللي انا قريته واسمعه. يا ريت تقروا سفر الامثال. سفر الامثال ده مليان حكاد عن الحكمه وعن الغضب وعن التربيه
وعن الهدوء، حاجات جميلة اقروها اقروه. وسفر الأمثال 31 إصحاح ماشي بعدد أيام إيه؟ الشهر. يعني لو قريته بتاريخ اليوم وفضلت أعيده هتعلم منه حاجات كتير. اتفقنا؟ يبقى صفات كلمة الله اللي هي كلمة إيه؟ حية وإيه؟ وتوحي. وكلمة الله قوية. في الرسائل بيقول إيه؟ أكتب إليكم أيها الأبناء لأنكم أقوياء وكلمة الله إيه؟ ثابتة فيكم وقد غلبتم إيه؟ الشرير. وتالت حاجة كلمة الله إيه؟ تقدس. كلمة الله إيه؟ تقدس. خلي بالكم لما أقرأ الكتاب المقدس في البيت أنا بقدس وقتي وذاتي والمكان اللي أنا قاعد فيه، ولما بصلي بعمل كده برضه، وأجيب الملائكة تبقى قاعدة معايا. أنتم أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به إيه؟ به. يعني كلمة ربنا تنقي وتدي إيه؟ قداسة. طب إزاي أقرأ الكتاب المقدس بقى؟ لازم أقرأ كل يوم. لازم أقرأ كل يوم. وبص يا جماعة، الحياة الروحية محتاجة إيه؟ أقلل وأوفي، ما كترش وامشي متقطع. لأن ساعات لما بقوى يوم كده ما بقراش، أنا نفسيا من جوه بشعر بإيه؟ إن أنا مش مية مية، وابتدي إيه عدو الخير إيه يحاربني بفقدان الرجاء شوية. أنا ما فيش فيها أمل، ما فيش فيها فايدة. لكن لو قريت كل يوم أجزاء صغيرة يبقى أنا كده إيه ملتزم بمنهج ماشي إيه بيه. يبقى أقرأ كل إيه كل يوم. ممنوع، عارفين إخواتنا الإنجليين كانوا زمان يعملوا إيه؟ ما عندهمش حاجة اسمها طقس، والطقس ده يعني نظام. يعني في صلاة التبريك ليه مزمور وإنجيل، صلاة الإكليل ليه مرة جايين يقروا في الإكليل، افتح فتحوا كده الكتاب المقدس عشان يقروا أي حاجة زي ما بيقروا، ما فيش نظام. قروا يوحنا 11 اللي هو مرسى ومريم بيقولوا السيد المسيح لو كنت هنا لم يمت أخي، ينفع يقروا في الإكليل؟ فقالوا لا، يبقى لازم نمشي بإيه؟ بنظام. مرة واحد كلم أبونا الساعة 2 بالليل بيقول الحق أبونا، قال له في إيه؟ قال له فتحت سفر في الإنجيل بيتكلم اللي أنا مراتي هتموت. قال له انت قريت ازاي؟ قال له انا فتحت كده فلقيت. قال له كده غلط. وكتير قوي ناس بتعمل كده، قال انا عندي مشكله فهفتح الكتاب المقدس اشوف انا. لا، الموضوع مش كده، الموضوع مش كده خالص. الموضوع انا لازم اقرا ايه كل يوم، واقرا بنظام بحسب ما ابونا ايه يقول، اقرا بنظام بحسب ما ابونا ايه يقول. وعلى الاقل كل يوم نحفظ ايه واحنا بنقرا. عارفين ان بيخدم فيكم اطفال في مدارس الاحد في ابتدائي، مش كل مره بنكتب لهم ايه او بنديهم ورقه. انا زمان وانا بجنن كده كنت اقول لنفسي ده انا لو حفظت مع الولاد دي الايه كل ايه اسبوع هيبقى عندي رصيد ايات. ده لو عملنا التدريب ده كل سنه هنحفظ في السنه ايه 365 ايه ولا 300 ايه. شهرين اهو ما فهمش حفظ 300، وبالشاهد. فمهم، مهم قوي، مهم ابني يشوفني كده، مهم المخدومة بتاعني تشوفني كده، اللي انا عندي فكرة. حد يبقى رسالته حياته دستوره ما يعرفوش؟ ده مرة ابونا راح يزور ناس فبقول لهم متعود بيقرا الانجيل، ففتح بيفتح الانجيل لقى ايه؟ صليب ذهب. قال ابونا ده انت بركة، ده احنا بقالنا 5 شهور بندور عليه مش لاقيين. قال لهم يعني بقالكم 5 شهور مش بتقروا في الكتاب المقدس؟ ده ينفع؟ ينفع؟ واحد تاني ابونا روح راح يصلي ويفتح الكتاب لقى الكتاب مفتوح ومليان تراب، فبقول لهم ليه كده؟ قالوا اصل ابونا قال لنا الكتاب لازم يكون مفتوح، مفتوح سايبينه مفتوح في البيت مش بيقروا فيه، فاتملى ايه؟ تراب. لا، ما ينفعش. هو في اغلى من السيد المسيح بعت لي كلام اقرا؟ امال ايه طيب؟ ده لو واحد بعت له رساله حلوه معايده على الموبايل بيقعد كل شويه ممكن يقراها عشان بتشجعه وتفرحه وتديله. لا، طب هو في احلى من كده؟ خلي بالكوا احنا ايه بنبص على الارضيات والماديات ومشغولين على السماويات والروحيات. يبقى اقرا كل يوم، واقرا بايه؟ بانتظام، واقرا بمواظبه. عارفين علماء النفس يقولوا ايه؟ لو عملت حاجه لمده 30 يوم منتظمه تبقى عاده عندي. تبقى ايه؟ يعني انا ابتديت اقرا بالمسافه دي بالفتره دي هتعود على الكتاب المقدس. هتقول يا ابونا دي عاده، اقول لك مش مهم، هي تبتدي كده هنشوف دلوقتي. هي تبتدي كده زي الولد لما يبتدي يحبي ما بيجريش على طول.
أقرب فهم. أقرأ إيه؟ بفهم. قريت إصحاح ما فهمت اسمي حاجة، ما عنديش وقت أسمع كل التفسير على النت، طب ما نخش أختار كام آية اللي أنا عاوزهم أسمعهم. النت دلوقتي عليه تفسير كتيرة، طب ما أفتح الإصحاح وهو متقسم تقسيماته للشرح ثلاث آيات آيتين وأقرأ الآية دي، يبقى أنا بقرأ إيه؟ بفهم. أسأل أبونا. الأمور بقت سهلة دلوقتي مش زي الأول. لا يبقى لازم ليا قراءتي الخاصة أمسك صفر صفر كده. أنا كتمرس عمال ياخد جزء من الإنجيل هنا في باكر وفي عشية ونبوات وكده. لاحظوا إن لازم أقرب بنظام، لازم أقرأ إيه؟ بنظام. أخد صفر صفر يعني أخلص إنجيل متى أخش على الوقت كده. ممكن اللي أنتوا بتعملوه ده حاجة إضافية لكن مش أساسية. حاجة إيه؟ إذا أحضر قراءات تاني يوم أقرأ إيه؟ بفهم. يبقى أقرأ كل يوم، أقرأ بنظام، أقرأ بفهم، أقرأ بإيه؟ بمواظبة. العهد القديم متقسم إزاي؟ أربع بشاير، متى، مرقس، لوقا، إيه؟ يوحنا. ودول حياة السيد المسيح لازم أبقى قاريهم وإيه؟ وأعرفهم. بعد كده أعمال الرسل ده سفر تاريخي بيتكلم عن الكرازة وانتشار الخدمة واختيار الرسل ومتياس وحاجات كده، صح؟ وبولس واستفانوس حاجات مهمة. بعد كده في ايه؟ رسائل معلمنا بولس الرسول، دي عبارة عن تنفيذ لوصايا السيد المسيح وتفسير. وبعد كده رسائل الجامعة اللي هي بطرس ويوحنا. بعد كده ايه؟ يهوذا، رسالة يهوذا وسفر الرؤية. كويس؟ يبقى على الأقل العهد الجديد ده أبقى ايه؟ بقرا فيه كتير. ممكن نبتدي بالرسائل، الرسائل سهله. ممكن نبتدي بانجيل مرقس، انجيل مرقس 16 اصحاح وسريع مش مليان. فلازم نقرا ايه؟ بفهم. طيب في ثلاث مراحل عشان اقرا او عشان اصلي لازم امر بيهم مرور طبيعي. اول حاجه مرحله التغصب. عارفين كده لما بقى مثلا في دواء مش عاجبني بس لازم اخده، باخده مر وحش وتعبني، يبقى انا ايه؟ لما اجي اقرا في الكتاب المقدس لازم اقصب ايه؟ على نفسي. لازم اقول ولازم اعمل وقت ثابت للقرايه. يعني بصلي باكر اقعد اقرا بعديها اصحاح، اقرا نص اصحاح زي ما ابونا قايل لي. يبقى اول حاجه ايه؟ تغصب. اول حاجه ايه؟ لازم، وفي صلواتي الخاصه. وتاني حاجه تعود. بعد ما ابتدي اتغصب كتير هتبقى الحياة موجودة فيها ايه؟ تعود. بعد ما تعود ابتدي اتلذذ بايه؟ بالقراية. مهم قوي يا جماعة، لازم اتلذذ ايه؟ بعد كده. بس ممكن تاخد وقت، ما تضايقش. لازم ممكن تكون وقت لكن ما تضايقش، اصبر. اعرف ان ربنا في وقت هيديني. ولازم زي ما قلت لكم قبل ما اصلي، قبل ما اقرا، الله يا رب اديني ايه؟ فهم ومعرفة. شامبا بشوي كان ارميا النبي بيجي يشرح له السفر، بيظهر له، صح؟ طبعا دي قامات كبيره، بس احنا ربنا ايه؟ يكلمنا. ساعات قوي نقرا حاجه ونبقى نفسنا نفهمها، نيجي نحضر قداس وعوعظه نلاقي ابونا بيقولها لنا، نفرح قوي، نقول له شكرا يا رب انت عاوز تفهمني. افتح التلفزيون اسمع عظه الاقي ايه؟ الشرح بتاعها ايه؟ موجود. مره الامبراطور بعت للانبا انطونيوس ايه؟ رساله، فخدها من ولاده وركنها ايه على جنب. فكل شويه يجي يقول له يا انبا انطونيوس يا ابونا الرساله بتاعت الامبراطور. قال لهم انتوا عمالين توجعوا دماغي وقلقانين عشان انا ركنت الرساله بتاعت الامبراطور والكتاب المقدس مش بتفتحوه؟ بتاع ملك الملوك ورب الارباب؟ ايه رايكم؟ احنا بنضيع وقت كتير قوي على فكره في حاجات مالهاش اي لازمه. لازم الموبايل ده اقول له ده مش وقتك. لازم اقول له كده، اتعودوا يا جماعه. لازم اقفله كده واقول له انت دلوقتي على كم. هي دي بقى ايه؟ كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي ايه؟ شيء. لازم يا جماعه نعمل كده لو سمحت. لازم 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 نتحكم في نفسنا، بنضيع وقت كتير. لازم نقعد مع الكتاب المقدس يبقى في عشره بيننا وبينه. أو افرح قوي كده لما واحد يجي مسافر وأول حاجتين يفكر فيهم أجبيته والكتاب المقدس بتوعه. أجبية والكتاب. خلي بالكم إن القراءة الورقية دي أكتر قراءة تثبت في ذهن الإنسان، مع إنها بتبتدي تختفي. ده دلوقتي في كتب مش معمولة بي دي إف، معمولة مسموعة.
مسموعة، لكن القراءة الورقية دي أكتر قراءة بتثبت. وياريت نبتدي نعلم ولادنا. نفسي كده كنت بقول في الكنيسة أجي أصلي، أنا بصلي عندي حفيدي عامل دوشة، أقول له تعالى اقرا المزمور ده، اقرا الإنجيل ده، وأسيبه أقول لابني وأسيبه يمشي، خليه يمشي، ما تكلفهوش بالوقفة جنبكم، أنا عايز أحببه وحاسس إن هو بيعمل إيه حاجة حلوة. يبتدي يجي الولد يبتدي عارف الإنجيل الساعة الثالثة، بيلبس شماس، في يوم أروح المعلم أقول له خلي بالك ده هو حافظ الإنجيل الفلاني ممكن يقراه، يبتدي يقرا يروح البيت فرحان. يبقى انا كده ببتدي اصاحب ولادي على ايه واحفادي على الكتاب ايه المقدس. صح صح ولا لا؟ لازم بقى، لازم لازم لازم. انتوا الجداد بالنسبه لاحفادكم احكي لهم قصص عن العهد القديم والعهد الجديد، احكي لهم عن شاول وجولياط، عن داود، عن صموئيل، عن يونان، احكي لهم. يمكن بابا وماما مش فاضيين، فرصة لو الولاد جم قعدوا معاكم بدل ما نقعد نتفرج على التلفزيون وتوم وجيري. وخلي بالكم ان توم وجيري ده بيجيب لي الولاد عنف، فلازم نناقشهم في كل حاجة بيشوفوها، ايه رأيكم صح ولا غلط، ايه رأيكم، نقعد نتكلم كده معاهم. فخلي بالكم لازم ايه احنا نصاحبهم. ممكن بابا وماما بيشتغلوا مش فاضيين والولاد فرصة بيجوا يقعدوا معانا ساعتين وبيحبونا، ما نكلمهم، نحكي لهم بالبساطة اللي احنا عارفينها. كل يوم ناخد تدريب، نقرا النهاردة هنقرا سفر يونان، بكرة حفيدي جايلي او حفيدتي هحكي لها قصة يونان، بكرة هقرا شاول وجولياط بقى هقرا لها قصة شاول وجولياط كده. ياريت يا جماعة، ياريت قوي قوي قوي، هتفرق. خلي بالكم بقى الكتاب المقدس ده كذا كلمة ميم كده، كتاب ايه؟ مفتوح، وكتاب مقروء، وكتاب مسموع، وكتاب معاش. يا بخت اللي بيقرا الكتاب المقدس وعايشه، يبقى ده انسان انجيلي معاش. مش بقرا بس، انا بقرا عشان اعيش ايه اللي انا بقراه، بقرا عشان اعيش الحياه واستطعم اللي ربنا ايه وجدت كلامك ايه كالشهد فاكلته فصار لي ايه كان عشان. صح؟ لازم يبقى انا ايه انسان مسيحي ايه معاش، وابقى مؤثر. لما ابقى معاش بقى أأثر فين؟ أأثر في اللي حواليا، أأثر في ولادي وفي جوزي وفي خدمتي. أقوى تعليم مش اللي بالتوجيه، بالحياة المعاشة، بالقدوة، بالحياة المعاشة. أنا منظم، أنا بحب الصلاة، أنا عندي خشوع في صلواتي، أنا بنفذ وصية ربنا، أنا بحب الكتاب المقدس كده. وانتوا تفتكروا لما تيجوا انتوا تسافروا معاكوا ولادكوا وشايفين بابا وماما واخدين كتابه المقدس معاهم، دي حاجه مش هتقعد في ذهنهم؟ هتقعد في ذهنهم؟ لما اسافر ويبقى اغلى حاجه عندي اقوم الصبح اصلي باكر رغم ان انا عندي ميعاد فطار وعاوز افسح ولادي واعمل، مش هتتعلق في ذهنهم؟ هتتعلق. تعرفوا ان ولادنا ساعات بيبقوا محتاجين نقول لهم تعالوا اقروا معانا او تعالوا صلوا، واحنا مش بنعمل كده؟ طب جربوا كده، تعالى اسمع حبيبي هقرا لك ايتين بس لو سمحت ما تلزمهمش بعنف، برأي، بطلب، بمحبه، تيجي تعالى كده اقول لك على حاجه حلوه، ايه رايك في الايه دي كده. فلازم يا جماعه الكتاب ده فعلا كتاب حياه. اللي مش بيقراه ومش عارفه، انتوا فاكرين الراجل اللي كان مره جاي وقابله حرامي وقفه قال له هات كل اللي معاك، قال له معيش حاجه، قال له امال ايه الورق اللي معاك ده؟ قال له ده حاجه اسمها الانجيل. قال له طب اقرا لي كده، او فتح له انجيل متى قرا له ايه ايتين، قال له هاته. فتح مرقس قرا له ايه ايتين ايه لوقا. الراجل الحرامي ده اما سمع كام ايه من كل سفر بقى مسيحي، بقى مسيحي. كلمه ربنا حيه وفعاله وامضى من سيف ذي حدين، يعني السيف ذي حدين ده بيتشال عنكم، يموت الناحيه دي وموت الناحيه دي. هي كلمه ربنا كده. الانبا انطونيوس لما دخل، ولا الانبا بولا لما دخل، الانبا انطونيوس بيع كل ملك واعطي ايه للفقراء، مش سمع الايه دي واشتغلت فيه؟ طيب لو سمحت يا ريت نهتم بالكتاب المقدس ده، دستورنا، ده حياتنا. واحنا مش بنقعد نقول احنا خلصناه كم مره وختمناه كم مره، ولا احنا مش عندنا، احنا بنقرا بحب
وكل ما اقرا بحب اقرا ايه اكتر، بس ما اقراش بافراط الا بارشاد اب اعترافي، لان ممكن يوم اقرا 5 اصحاحات وبكره اقرا اصحاح يجي لي صغر نفس اقول ده انا بقيت وحش قوي، انا كنت بقرا 5 اصحاحات. ما انت اللي غلطان، انت اللي غلطان. انا صليت الاجبيه كلها وبقيت دلوقتي اصلي بكر ونوم. طب ما ابونا قايل اصلي بكر ونوم، انت ليه عملت كده؟ انت بتحارب نفسك روحيا. ما اسرحش وانا بقرا، ولو حاجه عجباني عاوز افهمها ما اقفش عندها، بتعطل فهمي عن ايه؟ عن القرايه. نراجع بقى مع بعض. كلمه الله ايه؟ حيه وايه؟ وتوحي. وكلمه الله ايه؟ قوه تعين ضعفنا. وكلمه الله ايه؟ تقدسنا. كلمه الله ايه؟ تعلن عني شخص ايه؟ ربنا ايه؟ يسوع المسيح. وكلمه الله تديني حياه ايه؟ ابديه. اقرا ليه الكتاب المقدس؟ لانه رساله حب ورساله خلاص ورساله شخصيه ورساله عطاء وعزاء. اتفقنا يا جماعه؟ والكتاب المقدس كتاب ايه؟ مفتوح ومقروء ومسموع ومعاش. ولالهنا المجد دائما ابدا. مين كل سنه وانتم طيبين.